هذا الحفل الريادي استدعي له فريق مارسيليا الفرنسي الذي احتل الصف الثاني في ترتيب البطولة الفرنسية، وذلك من أجل إجراء لقاء ودي ضد فريق الكوكب مراكشي الذي أنهى ترتيب البطولة الوطنية في المركز السادس. اللقاء على العموم كان مستواه التقني لا بأس به، وعرف مجموعة من الفرص من كلا الجانبين، وبالخصوص من جانب فريق الكوكب المراكشي الذي كاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، وبالخصوص خلال الجولة الثانية من المباراة. الجولة الثانية التي عرفت تسجيل الهدف الوحيد وهدف الفوز لفائدة فريق الكوكب المراكشي عن طريق المهاجم الإيفواري كوني في الدقيقة 65. إذن نهاية المباراة بفوز فريق الكوكب المراكشي بإصابة لصفر. Je pense que la logique sportive en tout cas a été respectée avec cette victoire de Marrakech. Une équipe de Marrakech, je l'ai dit, volontaire, bien organisée, derrière laquelle on sent le travail d'un entraîneur qui a su en tout cas mettre ses hommes en place, qui a su aussi mettre en place une organisation de jeu cohérente. On a rencontré de bonnes équipes qui lui a bien fait circuler le ballon et on a fait un bon match amical. تنظن بان المباراه ديال اليوم بينت بان الفريق ديال مراكشي جاي في المستقبل وكيلعب كره حديثه وكره جميله اللي خلات العشاق ديال مراكشي كيف داخل الفريق تاعهم، وهدف مجهود جبار اللي دار طيله الموسم اللي شاركوا فيه لا اطور اللي كتساعد معاه ولا لاعبين اللي تحملوا المسؤوليه ولا كذلك لا مسؤولين اللي وظفوا جميع الظروف باش يمكن نشتغلوا في فرحه. شهادة باباديوف رئيس فريق اولمبيك مارسيليا سوف يعتز بها حتما المدرب والاطار الوطني بادو الزكي.